النهارده بس الجو فيه حر شويه، لكن هطمنكم طبعا عن احوال المرور وكمان احوال الطقس واسعار العملات والذهب. لكن هبدا معاكم بالجوله المروريه وهنبص فيها على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي والناس بدات تنزل. النهارده في كثافات مروريه ملحوظه على معظم المحاور في القاهره والجيزه، ده بالتزامن مع منتصف الاسبوع. خلونا نبدا معاكم جولتنا من القاهره، وفي غلق كلي لمطلع طريق الدائري من محور الكورنيش النيل في الاتجاه القادم من مناطق المعادي، ده بسبب اعمال توسعه الطريق الدائري وتم تنفيذ تحويله مروريه الاتجاه القادم من مناطق المعادي. الاستكمال لمحور كورنيش النيل فيمينا اتجاه اسفل كوبري العاشر والدوران، والعوده اتجاه مطلع الطريق الدائري من محور الكورنيش اتجاه مناطق الميروتيه. وكمان الاداره العامه للمرور القاهره قامت بتعيين الخدمات المروريه اللازمه والتنسيق كمان مع الشركه المنفذه لوضع المساعدات الفنيه وجميع التجهيزات الداله على وجود اعمال بالمنطقه، طبعا ده لضمان امن وسلامه المواطنين. هنكمل جولتنا. كوبري اكتوبر متجه لمنطقتي الاسعاف ورمسيس بيشهد كثافات مروريه متحركه، اما اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه غمره والعباسيه ومدينه نصر في برضه كثافات مروريه بسيطه زي ما حضراتكم شايفين. طريق صلاح سالم بقى في بعض الكثافات البسيطه اللي لو كملنا لحد الاخر هنلاقي ان الكثافات بدات بتقل وهيبقى في سيوله مروريه ملحوظه هتوصل لحد نفق الطيران. بعد ما بنوصل للنفق هنرجع مره تانيه الكثافات المروريه عند تقاطع صلاح سالم وكوبري المرغني. اما طريق الكورنيش في بعض الكثافات المروريه عند المظلات، ثم بيكون في سيوله مروريه بتقل بعد كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع حتى ميدان التحرير. واللي مكمل فوق طريق الكورنيش ناحيه المعادي وحلوان في كمان سيوله مروريه. هنكمل جولتنا بشوارع الجيزه، في غلق كلي لطريق البراجيل امام حركه المرور، ده تحديدا الاتجاه القادم من اسفل الطريق الدائري اتجاه مناطق كوبري المطار ومحور احمد عرابي فقط لمسافه ما يقرب من 600 متر تقريبا، وده حتى الانتهاء من اعمال انشاء محور 26 يوليو الجديد، وكمان تم اجراء التحويلات المروريه. حركه سير المركبات القادمه من مناطق وسيم واسفل الطريق الدائري وبترغب في السير اتجاه كوبري المطار ومحور احمد عرابي هتقوم بالدخول الاتجاه الاخر القادم من كوبري المطار ومحور احمد عرابي، ده قبل منطقه الغلق، لكن بعد استحداث فتح الدخول بالجزيره الوسطى وتحويل الاتجاه الاخر الى اتجاهين لحركه المرور. وطبعا في خدمات مروريه معينه وكاميرات مراقبه لمنع التكدس المروري. هنكمل جولتنا معاكم في محور 26 يوليو القادم من اكتوبر، في كثافات مروريه كبيره قبل الطريق الدائري وحتى ميدان لبنان، لكن المحور المتجه الى اكتوبر في بعض الكثافات لكنها بسيطه ناتجه عن اعمال التوسعه اللي بتتم في المحور، وكمان اعمال انشاء القطار الكهربائي الخفيف. وفي كثافات مروريه على كوبري 15 مايو في الاتجاهين لكنها كثافات متحركه، وبتظهر ايضا كثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا الى شارع السودان لكنها متحركه. نفس الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني، كمان بتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضه وصولا الى اشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي، ده بسبب اعمال انشاء نفق ميدان النهضه. لكن محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطه للمتجه من الاقاليم وصولا الى المهندسين، وكثافات ايضا بمحيط كوبري احمد عرابي ده بسبب الاصلاحات. بالنسبة لشارع الهرم بيشهد ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومدكور والعريش والطلبية لإنشاء محطة مترو، وبتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات بسيطة من شارع العشرين حتى الطلبية، وفي كمان كثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل ده بمنطقة الطوابق. كمان بتظهر كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابا. ونروح معاكم لمحافظة القليوبية القادم من السلام وموقف العاشر متجه لبنها، بيفضل طريق شبرا بنها الحر اللي بيشهد سيولة مروريه حتى تقاطعه مع الدائري الإقليمي. أما القادم من شبرا بنها متجه إلى منطقة شرق القاهرة يكمل أفضل في محور العصار حتى منطقة المطرية والحلمية وميدان روكسي. الطريق الزراعي القديم بيشهد كثافات مروريه قبل الطريق الدائري، دي بتزيد تحت الطريق الدائري حتى كوبري قلمه، وده بسبب اعمال التوسعه وكمان انشاء كوبري دوران للخلف.
في ايضا كثافات بسيطه قبل ميدان المؤسسه. واما بقى اللي رايح مدينه اليوف فالطريق هناك بيشهد سيوله بس بتكون نسبيه. ولو كملنا لحد محكمه قليوب في سيوله مريه واصله لحد طريق اليوب القناطر الخيريه. نروح معاكم جولتنا لعروس البحر الابيض المتوسط اسكندريه، هنلاقي كثافات بسيطه موجوده في بعض الطرق. هنلاقي كمان سيوله مريه كبيره عند محطه الرمل واصله لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات مريه متقطعه، ونسبه كمان ونسبيه واصله لحد طريق الحريه. لكن لو كملنا بقى في نفس الشارع هنلاقي في كثافات مريه اخرى واصله لحد محرم بيك ولشارع عبد القادر الغرياني. اما طريق الكورنيش في كثافات مروريه متقطعه عند كوبري ستانلي ومنطقه ميامي. ولو رحنا عند محيط الجامعه في بعض الكثافات المروريه. تعالوا دلوقتي نتعرف معاكم على اسعار صرف العملات الرسميه النهارده. هيبدا معاكم من الدولار الامريكي 18 جنيه 33 قرش للبيع، 18 جنيه 25 قرش للشراء. اليورو 19 جنيه و9 قروش للبيع، 19 جنيه للشراء. الجنيه الاسترليني 22 جنيه 49 قرش للبيع، 22 جنيه 37 قرش للشراء. الفرنك السويسري 18 جنيه و30 قرش للبيع، 18 جنيه و21 قرش للشراء. الريال السعودي 4 جنيه 88 قرش للبيع، 4 جنيه 86 قرش للشراء. دينار كويتي 59 جنيه و80 قرش للبيع، 59 جنيه و36 قرش للشراء. الدرهم الاماراتي 4 جنيه 99 قرش للبيع، 4 جنيه 96 قرش للشراء. واخيرا يوان الصيني 2 جنيه و70 قرش للبيع و2 جنيه 68 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب النهارده هنبدا معاكم من عيار 18 سعره 926 جنيه، عيار 21 1080 جنيه، عيار 24 1234 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 8880 جنيه. هاخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية. في النهاردة نشاط رياح على كافة الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.